أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كان الحديث عن سيدنا عمر رضي الله عنه جاريا وسوف اذكر المزيد من الاحداث اليوم عن زيد بن اسلم عن ابيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رحمه الله الى حره واقم والحره ارض ذات حجاره سود وحره واقم موضع شرقي المدينه وتسمى حرة بني قريضة أيضاً. وهناك حرة الوبرة أيضاً. وتقع غربي المدينة على مسافة ثلاثة أميال. حتى إذا كنا بصرار، وهو موضع على مسافة ثلاثة أميال من المدينة، إذا نار تؤرث، أي تقد. فقال عمر: يا أسلم! اني ارى هؤلاء ركبا قصر بهم الليل والبرد انطلق بنا فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم فاذا امراه معها صبيان لها وقدر منصوبه على النار وصبيانها يتضاغون فقال عمر السلام عليكم يا اصحاب الضوء وكره عمر ان يقول يا أصحاب النار قالت وعليك السلام قال أأدنو قالت أدنو بخير أو دع أي إذا كنت تريد أن تتكلم بخير فتعال وإلا فرج فدنا فقال ما بالكم قالت قصر بنا الليل والبرد قال فما بال هؤلاء الصبيه يتضاغون قالت الجوع قال واي شيء في هذه القدر قالت ماء اسكتهم به حتى يناموا الله بيننا وبين عمر قال اي رحمك الله ما يدري عمر بكم قالت يتولى امرنا ويغفل عنا قال اسلم فاقبل عمر علي فقال انطلق بنا فخرجنا نهرول حتى اتينا دار الدقيق وكان سيدنا عمر رضي الله عنه بنى مبنى باسم دار الدقيق ووفر فيه الدقيق والسويق والزبيب وغيرها مما يحتاج اليه المسافر كما كان بنى للمسافرين السرايا على الطرق ما بين المدينة ومكة. فأخرج عمر رضي الله عنه عدلا من الدقيق وعلبة شحم، فقال لي: احمله علي، فقلت: أنا أحمله عنك. قال: احمله علي مرتين أو ثلاثا، كل ذلك أقول: أنا أحمله عنك. فقال لي في اخر ذلك انت تحمل عني وزري يوم القيامه لا ام لك فحملته علي فانطلق وانطلقت معه نهرول حتى انتهينا الى المراه فالقى ذلك عندها واخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها ذري علي في القدر وانا احرك لك وورد في مكان اخر ان سيدنا عمر قال لها ذريه علي في القدر شيئا فشيئا وانا اصنع لك الحريره ثم جعل ينفخ تحت القدر وكان ذا لحيه كثه عظيمه فجعلت انظر الى الدخان من خلال لحيته اي كان الدخان يرتفع من النار ويقع على لحيته حتى انضج ثم انزل القدر وقال ائتيني باناء فاتته بصحفه فافرغها فيها ثم جعل يقول اطعميهم وانا اسطح لك الطعام في اناء اخر حتى يبرد فلم يزل حتى شبع الصبيه ثم خلى عندها فضل ذلك وقام وقمت معه فجعلت تقول جزاك الله خيرا انت اولى بهذا الامر من امير المؤمنين فيقول قولي خيرا انك اذا جئت امير المؤمنين وجدتني هناك ان شاء الله ثم تنحى ناحيه عنها ثم جلس متوجها اليها فجعلت اقول له ان لك شانا غير هذا وهو لا يكلمني حتى رايت الصبيه يلعبون ويضحكون ثم ناموا وهدؤوا فقام وهو يحمد الله، ثم أقبل علي فقال: يا أسلم، إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت منه من الراحة والهدوء. لقد ذكر حضره المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعه فقال من واجب الحكومه قضاء حاجات الناس التي لا يستطيعون سدها بانفسهم وهناك واقعه بهذا الصدد لسيدنا عمر رضي الله عنه وهي مؤثره جدا وتوضح هذه الحقيقه بكل جلاء ذات مره كان يتفقد احوال المسلمين ليلا حتى اذا راى احدهم في معاناه رفعها عنه وفي أثناء هذا التفقد، وصل رضي الله عنه إلى قرية اسمها مرار، على بعد ثلاثة أميال من المدينة العاصمة. لقد قال علماؤنا الذين قاموا بالتحقيق إن اسم هذا المكان هو صرار، وربما كتب الكاتب مرار سهوًا. فسمع عمر رضي الله عنه بكاء صبية من ناحية، فتوجه إليها، فوجد هنالك سيدة تطبخ شيئًا وحولها صبيان او ثلاثه يبكون فسالها عمر رضي الله عنه ما شانكم قالت نحن جياع منذ ثلاثه ايام ولا يوجد شيء للاكل عندما اشتد بالصبيان الجوع وضعت قدرا فارغه على النار حتى يتعللوا بها ويناموا فلما سمع عمر رضي الله عنه ذلك رجع الى المدينه فورا واخذ شيئا من الدقيق والسمن واللحم والتمور ووضعها في كيس وقال لخادمه ان يضع الكيس على ظهره قال الخادم انا موجود يا سيدي لاحمله فقال رضي الله عنه لا شك انك تستطيع ان تحمله عني اليوم ولكن من سيحمل وزري يوم القيامة؟ أي أن الاعتناء بطعامهم من واجبي أنا، وقد قصرت في أداء هذا الواجب، وكفارته أن أحمل هذه الأشياء بنفسي وأوصلها إلى بيتهم قال حضره المصلح الموعود رضي الله عنه يجب الا يظن احد ان هذه المنح التي تعطى لذوي الحاجه تمنح لكي يصبح كسالى لقد كتب حضرته ان الاسلام اذ يامر برعايه الفقراء فانه يقضي على الكسل ايضا لم يكن الغرض من هذه المنح ان يجلس الناس في البيوت عاطلين إذ لم تكن تقدم إلا للمحتاجين المضطرين فقط، وكان الناس يمنعون من التسول، وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يتخذ إجراءات صارمة لمنع المتسولين من السؤال، ولم يكن يكتفي فقط بإطعام جائع إذا رآه، أو إعطاء سائل إذا أتاه، كلا، بل إذا رأى سائلا يسأل وهو بصحة جيدة، فكان يتخذ ضده اجراء صارما فذات مره راى رضي الله عنه سائلا وكانت قصعته مليئه بالدقيق ومع ذلك يسال فاخذ سيدنا عمر رضي الله عنه منه الدقيق والقاه امام الابل او امر باخذ الدقيق من قصعته ثم قال له الان اسال وهكذا كان يجبر المتسولين على العمل اي كان يقول للمتسول انت تتمتع بصحه جيده فلماذا تسال عليك ان تكسب بعرق جبينك وتاكل وهكذا لقنه درسا انك لو عدت الى السؤال ثانيه عدت للمعامله نفسها اي سوف اخذ منك الطعام واطعمه للانعام ان اكثر المتسولين يقدمون الواقعه السابقه على جواز تسولهم ويقولون انظروا كيف كان سيدنا عمر رضي الله عنه يعتني بالفقراء ولكن هؤلاء يتعامون ولا يرون كيف ان الاسلام نهى عن السؤال نهيا شديدا ولا يرون ان هذه كانت سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عمل بها سيدنا عمر رضي الله عنه واحياها لقد ذكر حضره المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعه في موضع اخر على النحو التالي انظروا الى عمر رضي الله عنه الذي كان اكابر ملوك العالم يرتجفون منه رعبا وهيبه حتى كانت حكومات قيصر وكسرى ايضا ترتعش من رعبه ولكن شخصا عظيما كعمر رضي الله عنه يضطرب في جوف الليل حين يرى اولاد امراه بدويه جياعا فلا يلبث ان يحمل على ظهره كيس الدقيق وياخذ بيده علبه السمن ويصل بهما الى المراه ولا يرجع إلى بيته ما لم يطبخ الطعام بيده ويطعم الصبيان ليناموا هادئ البال ثم إن هذا العبد الذي كانت قد أعتقه عمر والذي سبق ذكره آنفا وقال أسلم مولى عمر المذكور آنفا قدم المدينة رفقة من تجار فنزلوا المصلى فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف هل لك أن تحرسهم الليلة؟ قال نعم فبات يحرسانهم ويصليان فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه اتق الله تعالى وأحسني إلى صبيك ثم عاد إلى مكانه أي إلى ذلك المكان الذي كان جالسا فيه لحراسة أمتعة التجار فسمع بكاءه مرة أخرى فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك ثم عاد إلى مكانه فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصبي فأتى إلى أمه فقال لها ويحك إنك أم سوء مالي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة من البكاء فقالت يا عبد الله إني أشغله عن الفطام فيأبى ذلك قال ولما؟ قالت لأن عمر لا يفرض المعونة إلا للمفطوم قال وكم عمر ابنك هذا؟ قالت كذا وكذا شهرا فقال ويحك لا تعجليه من الفطام فلما صلى الصبح وهو لا يستبين للناس قراءته من البكاء قال بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين ثم أمر مناديه فنادى لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام وكتب بذلك إلى الآفاق لقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعة بطريقته فقال لم يفرض عمر للرضع أي معونة في أول الأمر ولكنه سلم حق الرضع وأمر بإعطاء حقهم لأمهاتهم كان عمر يرى في البداية أن الطفل ما دام رضيعاً فلا يسهم في وجود القوم، فمسؤوليته تقع على أمه وليست على عامة الناس حتى تدفع له المعونة من بيت المال. وفي إحدى الليالي خرج عمر للتجوال، وكانت قافلة البدو قد حلت خارج المدينة، فمر بخيمة يبكي فيها وليد، وأمه تحاول أن تنومه. فلما لم يهدا الطفل بعد محاولات امه لبعض الوقت لطمته قائلا ابكي على عمر تعجب عمر وتساءل عن علاقته بالموضوع فاستاذن عمر للدخول في الخيمه فوصل اليها وسال المراه ما الامر فقالت وهي لا تعرف ان عمر هو الذي يكلمها إن عمر قد فرض لجميع الأطفال المعونة إلا الرضع، وهو لا يعرف أن الرضع أيضا بحاجة إلى الغذاء. ليس لدي حليب لطفلي الرضيع، ففطمته لكي تفرض له المعونة أيضا. فعاد عمر رضي الله عنه أدراجه وأخذ كيسا من الدقيق من بيت المال وحمله على ظهره وأخذ يمشي. فقال له بعض الخدم في بيت المال: دعني أحمل عنك هذا الكيس، فقال: كلا، بل يجب أن أحمله، فإذا ضربت بالدرة يوم القيامة لهذا الذنب، فهل ستجيب هناك نيابة عني؟ لا أعرف كم طفلا مات بسببي. ثم أصدر عمر الأمر بتقديم المعونة لكل وليد رضيع أيضا. يقول المسيح الموعود عليه السلام لقد ورد في الحديث الشريف عن عمار بن خزيمه ان عمر رضي الله عنه قال لابي ما منعك من زرع الاشجار في ارضك اي لم لا يوسع بستانه بحيث يزرع اشجارا جديده مكان القديمه الفاسده اجاب ابي قائلا اني شيخ هرم ساموت قريبا فما الفائده التي عسى ان اجنيها من زرعها فقال له عمر رضي الله عنه من واجبك ان تزرع الاشجار اي ليس قولك دليلا مقنعا لامتناعك عن زرعها فيجب عليك ان تزرع الاشجار ثم رايت عمر رضي الله عنه وهو يساعد ابي في زرع الاشجار في ارضنا لقد ذكر المسيح الموعود عليه السلام هذه الواقعه في سياق الحديث عن تجنب الكسل والخمول وكان يعني انكم تاكلون ثمار الاشجار المزروعه على يد جيل من قبلكم فازرعوها انتم للجيل القادم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يطوف ليلا ففي احدى الليالي كان يطوف في المدينه واذ سمع امراه تنشد ابيات غزليه فلما اصبح حقق في الامر وعلم ان زوجها خرج منذ اشهر يغزو فامر عمر الا تحبس الجيوش فوق اربعه اشهر وان كان احد الجنود يضطر للبقاء خارجا اكثر من هذه المده فليأخذ معه زوجته وإلا فليجبره قائده على العودة إلى بيته بعد أربعة أشهر وقد ذكر في تفاصيل هذه الواقعة في مكان آخر أن عمر بعد أن سمع منها أبياتا شعرية سألها هل أردت سوءا قالت معاذ الله قال فاملكي عليك نفسك فإني أبعث إلى زوجك رسالة بالبريد فبعث اليه يدعوه الى ان يرجع الى بيته ثم كما ذكر انه حقق في الامر وحدد اربعه اشهر كاقصى مده لبقاء احد في الجيش وامر الا يبقى الزوج بعيدا فوق اربعه اشهر واذا اقتضى فوق ذلك فلتكن زوجته واولاده معه وقال اسلم المذكور وهو مولى عمر خرجت ليله مع عمر الى ظاهر المدينه فلاحت لنا خيمه فقصدناها فاذا فيها امراه تمخض وتبكي فسالها عمر عن حالها فقالت انا امراه عربيه وليس عندي شيء فبكى عمر وعاد يهرول الى بيته فقال لامراته ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب هل لك في اجر ساقه الله اليك واخبرها الخبر فقالت نعم فحمل على ظهره دقيقا وشحما وحملت ام كلثوم ما يصلح للولاده وجاء فدخلت ام كلثوم على المراه وجلس عمر مع زوجها الذي كان موجودا هناك وهو لا يعرفه واخذ يتحدث معه فوضعت المراه غلاما فقالت ام كلثوم يا امير المؤمنين بشر صاحبك بغلام اي قالت له ان يبشر زوج هذه المراه انه رزق ابنا فلما سمع الرجل قولها استعظم ذلك لانه لم يكن يدرك مع اي رجل عظيم يجلس واخذ يعتذر الى عمر فقال عمر لا باس عليك ثم اوصلهم بنفقات وما يصلحهم وانصرف روى سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن وقال والله لقد حقق عمر ما قال فقد سبق في الشده في مواقع الشده وفي اللين في مواقع اللين وصار ابا لاولاد الناس حتى انه كان يقصد النساء اللواتي كان ازواجهن قد سافروا خارج البلاد فكان يسلم عليهن عند الوصول الى ابوابهن ثم يقول لهن هل بكن من حاجه فان كانت بكن من حاجه اشتريها من السوق واحضرتها لكن لانني اكره ان تخدعن في البيع والشراء فكن يرسلن اولادهن معه فكان يذهب الى السوق وراء عدد لا يحصى من اولاد هؤلاء ثم كان يشتري لكل واحده منها حاجاتها وكان يشتري ويحمل بنفسه لمن ليس لها ولد وكلما توافد احد من جيش من الجيوش استلم منه رسائل ازواج هؤلاء النساء واوصلها لهن بنفسه وقال لكل واحده منهن لقد خرج زوجك في سبيل الله وانت في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان معك احد يستطيع قراءه هذه الرساله لك فبها والا قفي عند بابك لاقراها عليك ثم قال لها ان رسولنا سينطلق من هنا الى هناك في يوم كذا فاكتبي رساله وسوف ارسلها معه ثم كان يحمل الاوراق والدوات الى كلهن ومن استطاعت منهن كتبت بنفسها ومن لم تستطع طلب منها ان تاتي عند الباب لتملي عليه الرساله وبذلك كان يصل الى كل باب ويكتب الرسائل الى ازواج النساء ثم يرسلها اليهم. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: ذات يوم رايت سيدنا عمر يحمل هودج بعير على كتفه ويمشي بسرعه الى ابط وهو مكان بقرب مكه ومنى فقلت له اين تتوجه يا امير المؤمنين فقال قد فر جمل من جمال الصدقه فخرجت ابحث عنه فقلت له قد حددت للخلفاء بعدك سبلا لا يسهل سلوكها اي تتصرف هكذا فقال سيدنا عمر يا ابا الحسن لا تلمني فوالذي بعث محمدا نبيا اذا ضاع خروف عند ساحل نهر الفرات فسوف يسال عمر عنه يوم القيامه

فلما رآه سيدنا عمر في هذه الحالة، وكز ذقنه وقال: إننا نعيش عهد فتوح الإسلام، وأنت تمشي مطأطئ الرأس، أي إن الإسلام يحرز انتصارات، وأنت إذا كنت أصبت بألم ما، فتمشي مطأطئ الرأس، هذا لا يليق بك، فقد رزق الله الإسلام حكما في هذا العصر، وأنت توقن بأن الإسلام هو المنتصر، اما الدنيا فلتقل ما تريد فاذا كان عندك يقين بان الاسلام سينتصر فلا يليق بك البكاء على ابسط الامور او اذا كان المسلمون اصيبوا بالم في موضع فلا داعي للقلق والبكاء لقد بين سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه هذا بعد الهجره من قاديان وقال يجب الا ينظر المؤمن اذا اصابه ضر بسيط او خسر شيئا ماذا خسر بل يجب ان ينظر من اجل من خسر اذا كنتم خسرتم شيئا او انفلت من ايديكم شيء في سبيل الله وازدهار الاسلام فسوف يعطيكم خيرا منه فلا داعي للبكاء على خسائر عارضه كذلك ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه من سيرة عمر رضي الله عنه حادثا مشهورا اضطر بسببه لتحمل مشاكل كثيرة ولكنه لم يبال بها وأقام مساواة يهدف الإسلام إقامتها في العالم هذا الحادث يتعلق بجبل بن الأيهم الذي كان زعيم قبيلة مسيحية كبيرة وعندما بدأ المسلمون بالهجمات على جبهة الشام أسلم جبل مع قبيلته وخرج للحج كان في أحد الأماكن في مراسم الحج ازدحام كبير فوقعت قدم أحد المسلمين صدفة على قدمه وفي بعض الروايات أن قدمه وقعت على جبة جبله فلما كان يحسب نفسه ملكا عظيما وكان يرى أن ستين ألف شخص من قومه خاضعون لأمره بل يتبين من بعض التواريخ أن عدد جنوده فحسب كان ستين ألفا على أي حال عندما وقعت قدم مسلم بسيط على قدم استشاط غضبا ولطمه بقوة وقال قد أسأت إلي ألا تعلم من أنا كان عليك ان تتاخر الى الوراء متادبا ولكنك وضعت قدمك على قدمي تجاسرا منك لزم ذلك المسلم السكوت على اثر التلقيه اللطمه لكن مسلما اخر تكلم وقال لجبله الا تعلم ان الدين الذي دخلته هو الاسلام والاسلام لا يميز بين الكبير والصغير وخاصه في هذا البيت الذي تطوف به لا فرق بين غني وفقير قال جبله لا ابالي بذلك قال المسلم لو رفعت الشكوى ضدك عند عمر لاخذ منك ثار هذا المسلم عندما سمع جبل بن الايهم هذا الكلام استشاط غضبا وقال هل من احد في العالم يقدر على ان يلطم وجه جبله قال المسلم لا اعلم عن الاخرين أما عمر فسيفعل ذلك حتما. عندما سمع جبل ذلك طاف بالبيت على جناح السرعة، ووصل إلى مجلس عمر وسأله: إذا لطم شخص كبير شخصا صغيرا فماذا تعمل؟ قال: أطلب من الصغير أن يلطم وجه ذلك الكبير. فقال: لعلك لم تفهم قصدي. ما اقصده هو اذا لطمه شخص كبير جدا فماذا تفعل قال عمر رضي الله عنه لا فرق بين الصغير والكبير في الاسلام ثم قال عمر رضي الله عنه لعلك انت ارتكبت هذا الخطا يا جبله قال جبل كذبا لم الطم احدا وانما استفسرت عن الامر فقط ثم خرج من المجلس فورا وهرب إلى بلده مع رفاقه وارتد مع قومه واشترك في الحرب ضد المسلمين، ولكن عمر رضي الله عنه لم يأبى بذلك. وهذه هي المساواة التي أقامتها الحكومة الإسلامية، وفي ذلك درس للحكومات الإسلامية المعاصرة. هذا البيان سيستمر مستقبلا إن شاء الله. الآن أود أن أذكر بعض المرحومين وأولهم الأستاذ عبد الوحيد وريش الذي كان رئيس فرع جماعة وايلدر هاوس في ألمانيا ورئيس مجلس خدام الأحمدية وسكرتير التربية الوطني في جماعة سويسرا سابقا فقد توفي في الثاني عشر من شهر مايو عام 2021 عن عمر يناهز 41 سنة اثر وعكه صحيه اثناء النزول من قمه ايفرست التي تسلقها بنجاح ونصب عليها لواء الاحمديه انا لله وانا اليه راجعون ترك خلفه ارمله وثلاثه ابناء وابنتين ووالديه واخا واختين <applause> يقول الاستاذ طارق المدثر المحترم امير الجماعه في سويسرا ان السيد عبد الوحيد ورايش ظل عضوا نشيطا في الجماعه حتى وفاته وكان احمديا مثاليا كعضو ومسؤول وكان احمديا وفيا وكان ينجز اعماله في الجماعه بكل تواضع لم يكن فيه اي نوع من التكبر لم يكن يدعو الى خدمه البشريه فحسب بل كان يري اسوته في ذلك فقد سافر الى افريقيا ايضا لانجاز مشاريع مختلفه برعايه منظمه اي اي وهي منظمه المهندسين الاحمديين العالميه وخدم البشريه هناك واقتداء به سافر الى افريقيا عدد اخر من الشباب فحين انتخب رئيسا لمجلس خدام الاحمديه كان يترصد فرصا جديده لتعليم الشباب وتربيتهم ووقايتهم من التفكير الاوروبي الراغب في الماديه البحته والرغبه فيه كما كان مثلا يحتذى في التضحيه بالمال يقول الأمير المحترم نفسه إن المرحوم قد ربى أولاده تربية رائعة، ومن ثمارها أن ابنه العزيز طلحة ورايش يدرس في الجامعة الأحمدية بألمانيا. باختصار، كان المرحوم عبد الوحيد ورايش أحمديا مثاليا في أداء حقوق الله وحقوق العباد. لقد أرسل بعض غير الأحمديين أيضا التعازي على وفاته. فقد قال السيد سيفون لورد لقد عملت مع المرحوم وحيد ورايش عده سنوات في شركه سويس كوم التي هي اكبر شركه الاتصالات في سويسرا وعملت في فريقه لمده سنه تقريبا ولا احترمه لكفاءته العاليه في اختصاصه فحسب بل لاسلوب عمله فكان المرحوم وحيد ورايش يعاملني بحسن الخلق وكان يساعد الاخرين وكان امينا ومحل ثقه فكنت أحب الحديث معه خارج نطاق العمل أيضا. يقول الداعية هناك: كان المرحوم يملك أروع الخصال، وكان يعشق الخلافة، وكان يحضر صلاة الجمعة بانتظام، كما كان حريصا على أداء الصلوات جماعة في المسجد، وكان يتهجد أيضا. يقول سكرتير المال السيد رضوان المحترم: كان المرحوم يعمل كمهندس سوفتوير في فرع مايكروسوفت في سويسرا، وذات يوم قال لي ان شركة مايكروسوفت تريد اغلاق فرعها في سويسرا وتفتح في سيليكون فالي، وهي عرضت علي الانتقال هناك معهم، حيث تبقى معي كل المرافق المتوفرة هنا، ويرتفع الراتب ايضا، وان الشركة سوف تنقل اثاث بيتي من سويسرا الى امريكا. فرفضت العرض قائلا في ذمه بعض خدمات الجماعه ولا اريد التخلي عنها بحيث اعتذر هنا من الجماعه وانتقل الى امريكا ثم اخبرني بعد ايام ان الشركه السويسريه الكبيره سويسكوم قد اشترت ذلك الفرع بفضل الله وقال انهم كانوا ياخذونه الى هناك ولكن الله تعالى دبر لي العمل هنا وليس هذا فقط، بل صار راتبي هنا أكثر من راتب المسؤول علي بفضل الله تعالى. كتب السيد زاهد سكرتير الأمور الخارجية الوطني: كنت أعرف المرحوم منذ أكثر من 26 عاما، ووجدت فرصة الخدمة معه في خدام الأحمدية. كان طيبا للغاية وملتزما بالصلاة والصيام وكثير الدعاء، ومجتهدا جدا ومحبا للخلافة. ووفيا لها وصديقا كريما وخلوقا كان مختلفا عن الشباب الاخرين في عهد شبابه لم يرى ثائرا بالغضب ولم يظهر قط اثر الغضب في وجهه او في كلامه وما شهد يرفع صوته او يتكلم بقسوه كنا نخطئ في بعض الاحيان ولكنه كان يفهمنا على حده بلطف وكان يلاقي الجميع صغارا وكبارا بوجه طليق وكانت بسمه خفيفه تظل في وجهه وكان مثالا حيا ومستعدا للتضحيه بالروح والمال والوقت والعرض وكان في سويسرا عشرات الشباب الذين ارشدهم المرحوم في الدراسه واختيار المجال العملي في المستقبل بل ساعد العشرات منهم في الحصول على الوظيفه والعمل ايضا وكان قد اقام النادي الاحمدي لتسلق الجبال في خدام الاحمديه وعلم عشرات الشباب تسلق الجبال كان قوي العزيمة قال الكاتب سألته يوما ألا تخاف من تسلق الجبال فقال بلى وأسرتي أيضا كانت لا تحب هذا العمل ولكنني وجدت حلا لهذا وهو أنني التقيت بالخليفة لكي أعرض عليه هذا الأمر فإن سمح لي سأرفرف لواء الأحمدي على قمم الجبال في القارات السبع وكان يخاف أن أمنعه من ذلك ولكنني قلت له إذا كنت تستطيع فعليك أن تنصب اللواء فقال سأفعل ذلك بفضل الله وبعد ذلك لم يرى متخلفا واجتهد للغايه لتحقيق هذا الهدف العظيم وظل يتسلق قمه بعد قمه وقد حظي بشرف نصب لواء الأحمدية على مونت إفرست، أكبر قمة في العالم أيضا كتب الكاتب لا أعلم إذا كان موته يمكن أن يسمى موت الشهادة ولكنني أستطيع أن أدلي بشهادة أن المرحوم كان يملك قوة إيمانية لا يملكها إلا الصالحون الذين يرجون الشهادة وبحسب رأيي أنه سعى لتبليغ رسالة الإسلام والأحمدية ووحدانية الله بنيه صالحه وبحماس ونجح في ذلك وانتقل الى رحمه الله في تحقيق هذه الغايه لذا لا بد ان يكون قد نال درجه الشهاده وندعو الله تعالى ان يكرمه بدرجه الشهاده ويدخله في زمره الشهداء <applause> قال والده السيد خادم حسين وريش: كنا نرى أن ابننا يتقدم ويتقدم ويتسلق قمة بعد قمة ولم ينظر إلى الوراء، وكان أصدقائي يسألونني لماذا لا تمنعه؟ لأن هذه الهواية خطيرة جدا، فكنت أرد عليهم: إنه لن يتوقف حتى لو منعناه. لأنه يملك حماسا يرغب بأن يرفرف لواء الأحمدية في كل قمة في العالم ويبلغ دعوة وحدانية الله. قال شخص: مرة سألت المرحوم الذي كان رئيس الجماعة لنا حين تتسلق الجبال فماذا تسمع على الجوال لبث الحماس في نفسك؟ فقال: قد نزلت في الجوال كتب المسيح الموعود عليه السلام وأسمعها أثناء سفري. ثم سألته في إحدى المرات: كيف تعبد الله تعالى في المكان العالي وفي البرد الشديد؟ فقال: إنني أشعر بمتعة في العبادة على الجبال، ويخطر ببالي دومًا أن الأنبياء أيضًا كانوا يعبدون الله تعالى على الجبال منعزلين وبعيدين عن ضجيج الدنيا. قال: أخبرني المرحوم عبد الوحيد وهو يسرد حادثًا لسفره أن سبابته تثلجت أثناء تسلقه على جبل دنالي الذي يقع في ألاسكا وهو أبرد جبل في العالم وحين أرى الطبيب هذه الإصبع التي كانت انجرحت قال له الطبيب إنها تثلجت تماما ولم تعد جزءا لجسدك لذا لا بد من قطعها فورا لأنها أصبحت عاطلة فقال المرحوم إنها إصبع شهادتين وبها نشهد على وحدانية الله أثناء الصلاة، لذا لن أدعك تقطعها. وبعد ذلك، بفضل الله تعالى، ونتيجة الأدعية، تحسنت هذه الإصبع، وشفيت تماما. ندعو الله تعالى أن يوفق أولاده أيضاً لمواصلة حسناته وميزاته التي بينتها. وقد رأيت بنفسي أيضاً أنه كان متميزاً في هذه الميزات. وكان يلبي كل أمر يأتيه من الخليفة بل كان قد ازداد وفاء وإخلاصا وكان يسعى ليزداد أكثر فأكثر وكان ممن يتركون فراغا وراءهم على أي حال كما قلت كان هدفه أن ينصب راية وحدانية الله في كل مكان حالي وقد حقق ذلك غفر الله له ورحمه ورفع درجاته آمين الجنازة الثانية للسيدة أمة النور التي كانت زوجة الدكتور عبد المالك شميم وابنة السيدة أمة الرشيد بيغم وميا عبد الرحمن توفيت في الخامس عشر من حزيران في مدينة واشنطن إنا لله وإنا إليه راجعون كانت منخرطة في نظام الوصية بفضل الله تعالى وكانت أم المرحومة حفيدة المسيح الموعود عليه السلام من الأب، وحفيدة الخليفة الأول رضي الله عنه من الأم. وكانت المرحومة حفيدة سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه، والسيدة أمة الحي رضي الله عنهما من الأم، وحفيدة الصحابي للمسيح الموعود عليه السلام، البروفيسور علي أحمد من بهار من الأب. تزوجت من الدكتور عبد المالك شميم الذي كان ابن المولوي عبد الباقي المحترم وكان الله تعالى رزقهما بابنتين قال الخليفه الثالث رحمه الله في خطبه النكاح لهما بعد تلاوه الايات القرانيه التي تتلى في مناسبه عقد النكاح القول السديد ضروري لاصلاح الاعمال ومعظم المصائب والمشاكل انما تنشا نتيجه الاعمال السيئه وأما في العلاقات المتبادلة فتحدث الأعمال السيئة بسبب فقدان القول السديد. وإذا كان هناك التزام بالقول السديد مثل المؤمنين الحقيقيين فلا يكون هناك مجال لأي سوء تفاهم، كما لا يبقى هناك خطر لأي نزاع أو ما يدعو إلى القلق. وفقنا الله تعالى جميعا للقيام بالأعمال الصالحة. وهيا لنا الاسباب لنصلح اعمالنا كما وفقنا لنتعود على القول السديد لدرجه يكون هو ميزتنا وكان حضرته رحمه الله اعلن نكاح خمسه او سته اشخاص اخرين ايضا مع نكاحهما فقال احد النكاح هو لابنتي لكونها قريبه لي ولكون علاقه الحب بيني وبينها هذه البنت هي أمة النور التي هي ابنة أمي عبد الرحيم وابنة أختي الصغيرة أمة الرشيد بيغام وهي تتزوج من الدكتور عبد المالك شميم الذي هو ابن المولوي عبد الباقي المحترم ثم قال حضرته ندعو الله تعالى أن يجعل هذا الزواج وزواج الخمسة الآخرين مقدمة لأفراح كثيرة بفضله ورحمته يجب ان يكون هدف الزوجين من النكاح خير الاسلام والاحمديه ومن المقدر ان تنال الاحمديه بعد جهد طويل نجاحا اخيرا وكاملا في سبيل غلبه الاسلام لذا من الضروري ان ينال كل جيل بعد جيل سابق تربيه صحيحه وان يكون حاملا للفكر الصحيح فاذا لم تكن رحمه الله تعالى حليفه للانسان فجميع جهوده تذهب سدى وتكون بلا فائده وبلا نتيجه. لذا ندعو الله تعالى ان يخلق اسبابا لقوه الاسلام واستحكامه. نتيجه هذه القرانات والقرانات الاخرى التي قد حصلت في الجماعه او ستحصل في المستقبل. لقد خدمت السيده امة النور الجماعه ايضا بمناصب مختلفه فكانت سكرتيره التربيه الوطنيه في امريكا. ونائبة الرئيسة الوطنية ورئيسة لجنة إيماء الله المحلية في واشنطن وكانت عضوة في لجان مختلفة ابنتها الكبيرة السيدة أمة المجيب تقول: إن أمي قدمت الدين على الدنيا دوما وكانت عطوفة جدا على الناس وإذا وجدت فرصة مساعدة أحد فكانت تساعده بشكل غير عادي. كانت ملتزمه بالعباده النافله بشده بالاضافه الى الصلوات الخمسه المكتوبه كلما استيقظت ليلا وجدتها تصلي صلاه التهجد توفي زوج السيده امه النور والدنا في حادث سير قبل مده وبعد وفاه والدنا قضت عشرين سنه في الترمل وفي هذه الحاله كانت كبيره التوكل على الله تعالى كانت تشكر الله كثيرا وتقول إن من الله تعالى وإحساناته علينا كبيرة جدا وكثيرا ما سمعت منها تقول لقد وعد الله تعالى إنه من شكره أعطاه أكثر فأكثر لذا فاشكروه دائما إن رحابة الصدر وصفة الضيافة ومواساة الناس مواساة حقيقية وصلة الرحم كانت من صفاتها البارزة تضيف ابنة المرحومة وتقول لقد سمعت من أمي مرارا وتكرارا قول المسيح الموعود عليه السلام الذي مفاده: "ليس من صله الرحم ان تواسوا من واساكم فقط، بل المراد من صله الرحم هو ان تواصلوا من يقطع الصله معكم". وقد لاحظنا هذا السلوك من امنا تجاه جميع الاقارب واصحاب الصله، فكانت تبحث عن محاسن كل شخص، كانت تهتم كثيرا بصلات الرحم وبافراد الجماعه والجيران. كما جاءت ضيفة في المسجد كانت أمنا تبحث عنها وترحب بها وتتحدث إليها طويلاً. لقد قال الكثيرون إنها كانت تحب الجميع، وتقول الإبنة الثانية للمرحومة: كانت أمنا تحب أفراد الجماعة ولا سيما المبايعات الجدد كثيراً، وكذلك أحبتها النساء الأحمديات كثيراً. كان دائمة الاستعداد لمساعدة كل إنسان. كانت تقلق دائما من أن تلقى محتاجة ولا تقدر على سد حاجتها تقول سيدة أمة النصير وهي الأخت الكبرى للمرحومة أمة النور عندما ذهبت السيدة شكورة وهي أختنا الأفرو أمريكية للحج رأت في المنام أن لسيدة أمة النور بيتا في مكة وعندما جاءت سيدة شكورة إلى أمة النور قالت لها رأيت أني أخدمك فقالت المرحومة المراد من ذلك أنك جئت إلي ثم بقيت السيدة شكورة عند المرحومة إلى ثمانية عشر عاما تتابع السيدة أمة النصير أخت المرحومة بقيت الأخت شكورة سيدة أفرو أمريكية عند المرحومة أمة النور إلى ثمانية عشر عاما وظلت طريحه الفراش الى ثمانيه اعوام وفقدت بصرها ايضا وقد خدمتها المرحومه امه النور كثيرا وكانت تذكرها لاداء الصلاه لان الاخت شكوره كانت تنسى مواقيت الصلاه اقول لقد لاحظت انا ايضا ان المرحومه كانت تعتني بالسيده شكوره كثيرا عندما ذهبت الى امريكا جاءت المرحومه بالسيده شكوره على كرسي المعاقين للقائي وكانت السيده شكوره تشكر المرحومه كثيرا على خدمتها لها كانت مولعه بتبليغ دعوه الجماعه كثيرا فكانت تجد طريقا او اخر للتعريف بالجماعه للاخرين فمثلا اذا سئلت الى اي منطقه تنتمين في باكستان ذكرت ربوة دائما لتكون نقطة انطلاق الحديث ذات مرة وفقت عائلة يهودية للانضمام إلى الأحمدية وكان اسم إحدى السيدات في تلك العائلة رقية أسد وقد خدمت أيضا في الهيئة الإدارية الوطنية للجنة إيماء الله في أمريكا فتقول كانت السيدة أمة النور شخصية محببة جدا وقد استفادت منها نسوة كثيرة وكل من سنحت لها فرصه البقاء في صعبتها اثنت على محاسنها كثيرا وقد قضت حياتها بحسب تعليم الاحمديه اي الاسلام الحقيقي عمليا وبالنتيجه كان الناس يتاثرون بها كثيرا وكانت اسوه لهم لقد كرست المرحومه حياتها لتربيه عضوات لجنه ايماء الله على صعيد الواقع في ضوء اقوال المسيح الموعود عليه السلام كانت تشترك في كل برنامج وتقوم بالخدمات التطوعيه دائما لقد واجهت المشاكل والمصاعب بكل صبر وثبات وبعزيمه قويه فكانت اسوه للاخرين من هذا المنطلق لقد قامت بتبليغ دعوه الجماعه بالحب والاخلاص وكانت في الطليعه دائما من حيث الاهتمام بالضيوف تتابع السيدة رقية أسد كانت المرحومة قدوة حسنة للنساء الشابات والمتقدمات في السن على حد سواء كلما تقدمت في السن ازداد في قلب احترامها وعزتها نقول عادة أنه يجب علينا أن نخدم خلق الله ونعتني بالفقراء والمحتاجين والحق أن المرحومة أمة النور لم تكرس لنفسها أي وقت منذ عدة سنوات بسبب خدمتها الآخرين، وإن كانوا من غير الأقارب بمعنى أنها كانت قد كرست وقتها كله للخدمة. وكتبت بعض السيدات الأخريات أيضاً ولا سيما الأخوات الأفريقيات أن المرحومة كانت على صلة حب كبير معهن، وقد علمتهن تعليم الأحمدية كثيرًا. ندعو الله تعالى أن يوفق أولاد المرحومة للاستمرار في حسناتها، ويوفقهم للبقاء على علاقة وطيدة بالخلافة. لقد حافظت المرحومة على علاقة الإخلاص الكبير مع الخلافة دومًا. أقول لقد لاحظت شخصيًا أيضًا أنها ضربت أمثلة الطاعة الكاملة والتواضع الكامل دائمًا. غفر الله لها ورحمها. الجنازة التالية هي للمرحومة بسم الله بغم زوجة السيد ناصر أحمد بادر شير المسؤول الأسبق على الحراسة وقد توفيت في ألمانيا بتاريخ 14 يونيو عن عمر يناهز 84 عاما دخلت عائلتها في الأحمدية بواسطة والدها السيد شودري مظهر الحق خان الكاتغري الذي وفق للخدمة في مدينة الطلاب في قاديان وقد اعطاه المسيح الموعود عليه السلام قميصه تبركا تركت المرحومه وراءها خمس بنات وابنين احد ابنيها السيد محمود يختم في فيجي بصفه امير الجماعه وداعيتها يقول داعيتنا هذا السيد محمود احمد كلما جاءت الاموال من محاصيل اراضينا بعد وفاه والدنا كانت والدتنا تدفع التبرع منها اولا وقد ظلت تجمع اموال معاش التقاعدي لوالدنا المرحوم ولم تنفقها ودفعتها كلها في بناء المسجد في حاره طاهر اباد الجنوبيه في ربوه. كانت تنصحنا دائما بالاعتصام باهداب الخلافه. بعد وفاه والدنا المحترم القت علينا محبه الاب ومحبه الام لدرجه لم نشعر بفقدان ابينا. كنت أدرس في السنة الأولى في الجماعة الأحمدية وكانت أمي تقول لي: أنت جندي الإسلام وقد نذرت نفسك لخدمة الدين، لذا عليك أن تقوم حيثما أقامك الخليفة، وظلت تنصحني بذلك إلى آخر لحظة حياتها. في أوائل الأيام هاجر والدنا وحده من قريتنا وسكن في ربوة. فكان أقاربنا يأتون إلى ربوة بكثرة، وكانت والدتنا تدبر لهم الطعام والسكن برحابة الصدر، وتقدم لهم الضيافة أكثر من قدرتنا. كان من محاسنها الاهتمام بحقوق الجيران. كانت تعامل زملائي في الدراسة مثل أولادها. وكانت تقول لي دائماً أن آتي إلى البيت بالطلاب الجامعة الذين جاءوا للدراسة من بلاد خارجية، ويسكنون في مدينة الطلاب. ليبقوا متعلقين بالجامعه. كانت تتلطف كثيرا على طلاب الجامعه وهذا ما يشهده كثير من الدعاة. وكان لطفها يشمل اضافه الى الطلاب الباكستانيين طلابا من اندونيسيا وافريقيا ايضا. كانت توزع كل ما كان عندها من النقود او تدفعها في التبرعات. وما كان لأحد أن يتشجع ليقول لها أن تحتفظ ببعض النقود عندها أيضا إن داعيتنا هذا لم يتمكن من الاشتراك في جنازتها ومراسم دفنها لكونه في ميدان العمل حيث يخدم في فيجي بصفة أمير الجماعة والداعي المسؤول فندعو الله تعالى أن يلهمه وأولاده الآخرين جميل الصبر والسلوان ويوفقهم للاستمرار في حسناتها ويغفر لها ويرحمها الجنازة التالية هي للمرحوم اللواء المتقاعد جاويد رشدي ابن شودري عبد الغني رشدي من مدينة راولبندي وقد توفي مؤخرا إن لله وإنا إليه راجعون كان المرحوم منخرطا في نظام الوصية بفضل الله تعالى بعد التقاعد من الوظيفة ظل عكفا على خدمة الجماعة ووفق للخدمة في جماعته المحلية سكرتيراً للتعليم والوقف الجديد، وسكرتيراً لمكتب الزيجات، وسكرتيراً للوصية. كما خدم رئيساً لفرع الجماعة في منطقة ستلايت تاون في راولبندي، كان كثير الدعاء ويساعد الناس مالياً بصمت. كان من صفاته مواساة الجميع ومساعدة الأقارب والجيران وغيرهم في ساعة العسرة، ويرشدهم إلى الأفضل.

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ